بالنسبة لطريقة استخدام الجهاز، الجهاز نستخدمه أولا لازم يكون هذا الإصبع، خلينا نحط هذه هنا، لازم الإصبع يكون في التجويف هذا بحيث أن نضبطه على سطح السيارة بحيث يعطي القراءة الصحيحة 100%. خلينا دائما ننصح أنك تبلش في سقف السيارة أو الروف، هذا بعطي 4 لو شايفين، بضبطه ضبط بحيث يأخذ محله، هذه 4 تمام. نيجي على نص السيارة، الغبرة ممكن تأثر شيء بسيط، ولكن شوف هذه 4، إذا صبغة الوكالة نيجي هنا، هذا 4.5. لو شايفين إنه هذه السيارة صبغتها منتظمة وبتعطي 4.5، من شيك القطع الثاني تبعت السيارة هنا شوف 4.5، إذا أصلية. هنا 5 زادت نص، ما في مشكلة، النص معقول، 4.5. نشوف الباب هذا 4.5، إذا أصلية. نشوف المدقار هذا 4، إذا هذه صبغتها أصلية. الآن شوف، نشوف هنا مثلا هذا 4.5، نشوف هنا المدقار 4.5، شوف الباب هذا 4.5. إذا هاي السيارة مبينة صبغتها وكالة، حتى بولش مش معمول لها، يعني لما ينعمل بولش شوف 5 4.5 5، يعني لو معمولها بولش تنزل تصير 3.5 3 تمام. نيجي هنا مثلا 4.5 برضو أصلية، لو نشوف نقلب دائما القراءة طبعا بالشكل هذا لازم يكون الجهاز. نيجي هنا مثلا على الخلفية 3 4.5، إذا هاي السيارة صبغت وكالة. خلينا نشيك سيارة من نوع FG كروزر، هذه سيارة من نوع FG، شوف هنا 4 أعطتني 4. نيجي على السيارة من هنا من النص، أربعة ونص. نيجي من ورا نقيسها 5 4.5 5، إذا هاي صبغتها الوكالة 4.5 5، شوف هنا 4.5 كمان نفس الشيء، هذه السيارات ما شاء الله صبغتها وكالة 5، نشوف هذه هنا 5، إذا هذه صبغتها وكالة. نشيك هنا على البونيت، هذا 5 تمام، نشيك هنا 4.5 لو شايفين، هنا على الباب 4.5 أصلي. إذا هذه السيارة تقريبا صبغتها وكالة. خلينا نشوف سيارة ثانية، عندنا سيارة من نوع تيدا، خلينا نشوف صبغتها، هذه 3.5، شوف التيدا صبغتها أخف جاية من السيارة الثانية اللي هي 4.5 5، شوف هنا 3.5 كلها بتعطي 3.5. نيجي هنا 3.5. طيب نيجي على الباب هذا 3.5 تمام، نيجي على المدقار الخلفي 4، نيجي هنا على المدقار الخلفي من الجهة الثانية لو شايفين أعطانا 6.5، إذا هذه مصبوغة، القطعة مصبوغة لأنها زادت، يعني فوق أعطانا 3.5 أسمح بواحد لين 4.5 تمام. يعني زي ما احنا شايفين هون عندي هشوف 8، شوف هنا مثلا 12.5، لو ملاحظين القطعة المصبوغة أعطتنا أكثر من قراءة، شوف INF لما يطلع معك الرمز هذا INF1 هذا معناها أنه تعدى 20، شوف هنا مثلا 17، شوف القطعة المصبوغة، هذه قطعة مصبوغة، هذه هنا هذه القطعة قطعة مصبوغة، إذا أعطى أكثر من قراءة فيها، أما القطعة الأصلية نفس هنا شوف بيعطي نفس القراءة 3.5، نيجي لهنا 3.5، يعني إذا بين هذه أنها صبغة أصلية، شوف 3.5، إذا صبغة أصلية.